نتوقع المقابلة تكون قوية ويكون فيها تنافس كبير. احنا بالمقابل حضرنا الكامل لافاز روتور. كان عندنا بروغرام درناه، وما يخفاش عليك باللي من الناحية النفسية الفريق تكلمنا معاه كثير وحملناهم مسؤولية، باسكو نظن باللي اليوم لافاز روتور كل مقابلة تتعب الا وما نزيدوش نعاودوا نلعبوها، ولهذا احنا ننتظروا مردود قوي وننتظروا الخصم ثاني يكون عنيد، باسكو بريميرمون سي ان ديربي، دوزيامون لو كلوب دو الحجوط راه مال كلاسي، ولهذا نظن باللي اللاعبين حسسناهم بالمسؤوليه.